يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا فإن أريد بالنبي صلى الله عليه وسلم بيان فإن
Thank you.
حريصا على سفه الوسائل المؤديه اليه ما يكفي.
ثم يقال له ارفع وسافر الله اشفع لك شفاعة. اذا لا يجد هذا الصرف ولا يدفع شفاعة لانه لا يمال الا خلاص. نعم. فلو عبر الشاعر بما يفيد ان الله يجرجر الاصرف له في اليوم الاخر الشفاعة
وصياغته في النظم شكل سوف غدا وفق اعتقاده وتصوره يدل على علوه في الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انزله فوق منزلته. فاما ان يقال حسب تعبيره ان علم ان علم يقدر القدر من علوم الرسول، فاما ان يقال ان علم فولوا أبا بكر وعمر فردوا بذلك إلى أبا بكر وإلى
الشيخين ابن عمر يجلده وقتها عالم الوقت انه يعلم منزلته ومنزله ابن عمر هو اقرب الناس به نعم ابن عمومته نعم سهره زوج ابنته نعم عربي قح نعم قراشي نعم يعد ابن عربيتي نعم ومع هذا رقم واحد ابو يوسف وعلي العبلات رقم اثنين عمر وعلي العبلات رقم ثلاثه على خلاف الصحابه الصحيح رقم ثلاثه عثمان وعلي العبلات رقم اربعه علي افضل صحابه هذه المجموعه العرب عدة جد مراتب وعلى هذا الاجماع الا من لا يحدد باجماع خرجوا عن الاجماع وقول شو حتى تصير ويقول يا عمار
فالإيمان مربوط بضوابط شرعية، واعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فواجب على كل مسلم أن يصحح عقيدته بالدين بالأحاديث بالقرآن الكريم، ويثبت على هذه العقيدة الصحيحة تلقى الله. نرجو الله أن يقبل منا جميعا، نرجو الله أن يحسننا بالعقيدة الصحيحة، نرجو الله أن يحمل إلينا الإيمان وأن يحمل بنا مسائل النجاة، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن كل بلد من المسلمين وعن ستة وعن التابعين لهم بأساس الدين. اللهم ارفع على المحبين جمع على آثارهم ولا تخالف في بعضهم في مكان وفق اللهم منك وحب الأساس وترضى. اللهم أنت حق الخلق اتباعه وأن يبارك الله في المسلم اجتماعه ووفقه لكل خير وأعلم وأصلح وأصلح ولي عدو وأنا أسكت. اللهم أصلح لنا اللهم أصلح لنا اللهم أصلح لنا اللهم أصلح لنا اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم جنب المسلمين فتن ما ظهر منها وما اللهم جنب المسلمين فتن ما ظهر منها. اللهم بارك الحق حقا واتباعه وعن الباطل باطلا ووفقنا لما تحب وترضى يا رب الجنة المكرمة وفقنا ولي ونصر ودين صراطك المستقيم ووفقنا لطاعتك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين. حتى لا انساك دائما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير وجه من القتل يتوقع لي اليوم تشوفون في زمان ما كان يلعب كورة بعض المرات خلاص أصلاً يعلم الله حبيب في الله العافية جل الله العافية جل ولا تسبع الصلاة إن شاء الله كل الصلاة على جل حبيب بك في السنة 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 الله ما في حاجة للسنة 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 الله ما في حا